السلام عليكم، انا سنة عمار. توصلت الاب ديالي غير هاد الايامات، قال لي شكوني معايا، قلت لي ما عرفتينيش شكون انا، قال لي شكونك، قلت لي بنت، قال لي انا ما عندي حتى شي بنت، وقلت لي انا ما بغيت منك والو، بغيت غير تعترف فيا ونثبت الهويه ديالي. قال لي اللي في جهدك ديري وفوتي الوكيل لهين، انا ما تصور مني حتى شي حاجه. هادشي اللي قال لي اب ديالي. صافي، وانا كنشكر هاد الجمعيه قالت لي، جبت معها الموضوع للاب ديالي، قالت لي غاني نوقف معاك، يعني غيوقفوا معايا ما يخلونيش هكا. مشكل كان عندي مع الكرا، ما صبشاش نكمل الكرا، الخلاص ديالو. قالت لي مولا الدار عطيني فلوسي، قلت لها انا ما عديش مع هاد الازمه، شنو كاين. قالت لي خرجي عليا. صافي، هذيك باش توصلت لهاد الجمعيه، باش نتوصلت لهاد المركز، فتح الباب في وجهي، ماشي قافل بيبان في وجهي. مشاو ليا تلكس كاع لي سميت زوبير في الطوموبيل، جابوني ما لقوني مفاطره ما حتى شي حاجه، حطوا لي فطوري، فرحوا فيا، فرحت انا معاهم، عطوني ملابس الحوايج، قال لي كيفاش تبدلي، حيت انا جيت عندهم في حد الحاله لا اله الا الله، حنت تكون شي وحده اخرى ما تبغيش تهزني. وفعلا نيت شحال من وحده شافتني قالت لي انا ما نقدرش مع هذا المرض والكورونا، كلشي خاف مني حتى لهاد الجمعيه. هاد الجمعيه الحمد لله واكله شاربه. كنشكر اختي مجيده بزاف. كنشكر مدير ديال الجمعيه تاهو. كنشكر مركز، يعني كلشي تتحسنت من جديد، وليت فرحانه، وليت كنضحك. دابا الحمد لله تخير ما خاصني معاهم، دابا كنوجدوا العيد وفرحانه بزاف. باش فرحانه اول مره غنعيد هنا في هذه الجمعيه، ماشي بحال كنطلب الناس كنقول لهم راه ما عديش مي غني نعيد، مغن نعيد معاكم، كيبداو يضحكوك بزاف ديال الحوايج. دابا الحمد لله فرحانه والله. انا كنطالب، انا اولا كنشكر الجمعيه، وكنشكر اختي مجيده، كنشكر مدير ديال الجمعيه تاهو، يعني تخير ما خاصنا معاهم. وكنطالب في با حسن بكري، الله يهديه على نفسه، هذا هو اللي كنطلب انايا. يعني انا عيت من قلب عليه، عيت من بزاف ديال الحوايج هو ما باغينيش، وكنطالب من كل قلبي الله يهديه في هاد العواشر، الله يهدي في هاد العواشر. انا ما بقاش باغا نشوف حياتي، ما بقاش باغا نخلي ماضي ورايا، ونخلي ماضي ورايا ونشوف حياتي اللي غادي قدام. دابا غنشوف حياتي اللي غادي قدام. هو اللي بغاني راه يقلب عليا، ما بغانيش ما عندي ما غندير، انا عيت ما نقلب، هذا هو الجهد. قالت لي بدات تقول لي انا الشك في الدوزيام في الجمعيه، بدات تقول لي انا الشك مع الصحافه. صافي، وبدات كتقول لي انا ما في راسي والو من هذا الشيء كامل. وسمعت الاوديات دي والمرت ولده وكل شيء، قالت لي مرت ولدي دابا نخاصم عليها وولدي تاو نخاصم عليه. وقالت لي انا الشيء ما في راسي ما يتعاود. وقالت لي عواشر هذه لما كانش هما عندهم العقل تي مولات العقل، قالت لي عواشر هذه ومسامحه كريم، انا سمحت لك في كل شيء، وريقاتك هما عدي، ودابا كنسنى غير في الجمعيه هما اللي غيخرجوا معايا، حيت ما غيخلونيش انا نخرج بوحدي. شكرا لهم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.